عيدكم سعيد مشاهدينا. بين خيام النازحين التي هي على مقربة من خطوط المواجهات بعد أن فروا إلى هنا من جحيم الحرب طمعا بحياة شبه طبيعية، ومع ذلك يتفنن أهل هذه الخيام برسم البسمة والفرحة في العيد. كيف هو العيد بمنطقة الكدح بمديرية المعافر غربي تعز حيث نحن الآن؟ لنتابع. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف العيد معكم؟ والله تمام. طيب من رسم لك هذا العلم؟ زميلي صاحبي. طيب يعني العيد الآن لما مر عليكم بالمخيم هذا وتذكر، هل يعني تذكر تفاصيل بالبيت أو المنزل القديم اللي كنت تسكن فيه؟ نعم. إيش هذه؟ إيش الأمور اللي تذكرها لحد لما الآن؟ ما كنا بالبيت القديم تمام، كنا سعداء. وهنا؟ هنا يعني كأن ما ولا معنا حاجة. ناقصين صناديل وثياب. يعني ما عندكش بيت العيد؟ لا معي، بس ناقص صناديل. طيب هذه حلوة العيد، هدية بسيطة. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك. كل سنة وانتم طيبين. اهلا اهلا. كيف اجواء العيد هنا بالمخيم هذا؟ والله تمام جدا، بس ناقصين علينا كل الحاجة، يعني فاقدين من هذا كفا. طيب ايش اللي ينقصكم عشان الفرحه يعني تكون مكتمل؟ ينقص احنا البر، وينقص احنا القعارات حق القهال ما فيش، وكله ما في عندنا، والكسوه حق القهال ما فيش، وخليها الله. طيب ايش تتذكر من تفاصيل قبل النزوح الى هذا المخيم؟ كنا كل شيء على ميرام، ما فقدنا اي شيء، ولا يعني جوعنا ولا اي حاجه، ولا حسينا بجوع ولا حسينا بشيء، براحه بس. طيب الان كيف واقع؟ الان في يلا احنا وحالتنا يعني بحال الله، مش عارف ان شاء الله. طيب شكرا لك يا والد. هذه هديه بسيطه حلوه العيد لك وللاطفال هذم. يا سلام. يلا يلا تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. عيد مبارك. علينا وعليكم. طيب كيف اجواء العيد بهذا المخيم؟ اجواء العيد الدنيا ضابحه ضابحه ذاهي. طيب ولا معنا شيء، والقهال كلك تبقى مع رايا، ولا تفرح الناس بالبارد، تفرحوا بيشتروا شكلي، تشتروا ذاك، مش معنا شيء. يعني حاجات كثير تنقصكم. مش معنا حاجة. ايش اللي ينقصكم وينقص الفرحة هذه اللي غير مكتملة هنا؟ ما بنينا بغير كساء، ما فيش. المهم والدنيا ضابحة علينا من تحت من فوق. طيب ايش تتذكري؟ يعني ايش تتذكري؟ اتذكر بايه زماننا. كنت تعيدي مثلا في القرية؟ بقريتنا كنا مرتاحين. هنا؟ وانا مش مرتاحين. ايش التفاصيل اللي لا زالت عالقه في ذهني قلتي؟ كنا من اول. كيف كان جو العيد في القريه؟ كان تمام. كنا المهم كل حاجه زايد. ما نخرج بقعه. لحم بنينا ما تم من الجوع، ومش معاهم قيمه كساء، والمي ما فيش. اذا ان شاء الله تنفرج الامور عليكم، وهذه هديه بسيطه حلوه عيد ليك وللطفله هذه الصغير. وكل عام وانتم بخير. عيد مبارك. علينا وعليكم. كل سنة وانت طيب إن شاء الله. كل سنة ونحن بخير وعافية. كيف العيد معك مع الشغل والأرض؟ أنا تعبان. العيد تعبان، يعني ما فيش أشغال، ما فيش كذا، نتريح زي ما كنا. طيب زمان كيف كان العيد والآن كيف؟ كنا نذبح، كنا ناكل، كنا نتكسي، كنا يعني نخزن نعمل. الآن ما فيش أكل قدك، الكسوة ما فيش، والجنة كل حاجة ما فيش. أكل يا الله قصدك ما ستره. طيب هذه هدية عيد مقدمة بسيطة يعني.
وفي امان الله. شكرا. كان الله بعونك يا الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. إذن هكذا هو العيد، حاضر بكل تفاصيله وقهوته والحلوة الخاصة به وملابس الأطفال على صعوبة تأمينها في ظل الوضع الاقتصادي، حيث يصر اليمنيون على الاحتفال به رغم كل الظروف على أمل أن يأتي العيد وقد عاد هؤلاء النازحون إلى منازلهم.